صباح الخير على مشاهدينا، صباح الخير على كل متابعينا من كل مكان. النهاردة معانا حلقة مميزة جدا للشباب اللي سامعيننا دلوقتي. هنتكلم النهاردة عن دور الشباب في المجتمع، وهنتكلم عن تأثير السوشيال ميديا. طبعا احنا عارفين المجتمع بتاعنا قائم على الشباب وهم جيل المستقبل، والنهاردة هنتكلم ان شاء الله على تأثير السوشيال ميديا وتأثير الانترنت على الشباب. في البداية كده أحب أرحب بضيوف حلقتي النهاردة. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. أهلا بحضرتك أستاذ رضا. أهلا أستاذ محمد مدير مؤسسة أبو كامل للتجارة، والأستاذ رضا مدير جريدة الكلمة الحرة. أهلا بحضرتكم. أهلا بحضرتك. في البداية كده أستاذ محمد هبدأ معاك حلقتنا، هنتكلم عن دور الشباب في المجتمع. طيب في البدايه انا بصبح على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين. صباح الخير على برنامج حضرتك ان شاء الله بالتوفيق دايما كده باذن الله. انا عايز اتكلم بس في البدايه عن في حته دور الشباب، اللي هو احنا ربنا كرمنا بسياده الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي بان هو بيدعم الشباب اقتصاديا ومعنويا وفكريا، ودي حاجه طبعا كويسه. المفروض ان احنا نستغل حته زي كده، والمفروض كلنا نبني طموح وامال ومستقبل مشرق ان شاء الله باذن الله. يعني لازم كل حد فينا، كل شاب وكل فتاه يكون عندهم طموح، لازم يكون في هدف، لازم يكون في رؤيه للمستقبل. طب احنا بقى عايزين نتكلم عن طموحات الشباب اكتر، ونقول ان الشباب دلوقتي اللي قاعدين سامعيننا دلوقتي، في منهم بقى اللي بيخلص تعليمه ويقول لك خلاص انا يئست كده انا مش هكمل، في منهم اللي بياخد اتجاه تاني وبيصمم على العزيمه والاصرار. على فكره هو سوق العمل مفتوح في مصر، وفي فرص كتيره متاحه للشباب، بس هي عايزه سعي وعايزه، لان مفيش حد طبعا هيبقى موجود في بيتهم والشغل هيجيله لحد البيت. لازم نبدا، اول خطوه بتبقى دايما هي اصعب خطوه، لكن بعد كده ان شاء الله ربنا بيكرم كل الناس اللي هي عندها طموح وعايزه تشتغل وعايزه تستفيد وتفيد الدوله، لان الدوله يعني بصراحه في الفتره اللي احنا فيها لازم كلنا نقف مع الدوله. الدوله بتحارب الارهاب، الدوله ب ب ب يعني والمشاريع اللي فاتحاها دلوقتي طبعا للشباب وكده. اكيد واحنا طبعا احنا بندعم الشباب وبنحفزهم على كده. انا عايز اوصل لحضرتك ان احنا دور كل شاب موجود في مصر مش اقل من دور كل جندي موجود على بيحارب ضد العدو اللي هو بيبث السموم والافكار السلبيه في مجتمعنا المصري. الأستاذ رضا عايزين نتكلم مع حضرتك على تأثير بقى السوشيال ميديا على الشباب. بسم الله الرحمن الرحيم. في الأول برحب بحضرتك وكل السادة المشاهدين، وبتكلم عن دور الشباب في السوشيال ميديا أو تأثير السوشيال ميديا على الشباب بالعموم. ده كان تأثير سلبي قوي جدا بسبب الشائعات اللي كانت بتحصل، والشباب كانت بتتنقلها بدون وعي وبدون فكر. والحمد لله احنا الفترة الأخيرة ديت الشباب قبل أو فترة من 2011 ل 2019 غير دلوقتي، يعني الفترة اللي كانت في 2011 حاليا الشباب بقى عندهم وعي وفكر وثقافة قوية جدا، وبدأوا يفهموا المرحلة اللي جاية إن هو ده دورهم في التمثيل السياسي، في الشغل، في الحياة العملية اللي موجودة. فبدأ إن هو ينتقي الأفكار بتاعته، بيدرس كويس، بياخد معلوماته من مصادر موثوقة، بيبدأ يتعامل مع السوشيال ميديا. وده اللي بطلبه من الشباب كلهم، إن هم يستخدموا السوشيال ميديا فيما يفيدهم، زي ما لها سلبيات لا لها كمان إيجابيات. إن هو يطور نفسه ويتعلم حاجات جديدة، ويبدأ يشوف البرامج المتاحة، يتعلم مهنة، يشوف صنع ليه. كل الكلام ده موجود بالفعل على السوشيال ميديا ومتاح للجميع، ومفيش شاب في مصر دلوقتي ما عندوش انترنت ولا معاه تليفون حديث يعني. فعلا، بس هو يعني زي برضه فعلا زي ما حضرتك بتقول، هو ليه سلبياته وليه ايجابياته. اكيد طب طبعا. احنا بقى عايزين نستغل بقى الايجابيات بتاعته ونعرفها للشباب اللي بيسمعونا دلوقتي، وياخدوا يعني من كلامنا كده حاجه كده عبره مثلا. هو لو هنتكلم عن الايجابيات كتيره جدا، ان انا ممكن اشتغل عن طريق السوشيال ميديا، ان يبقى عندي تسويق الكتروني، وده متاح في كل مكان، وليه دورات كتيرة جدا بتتاخد. لو انت مش عارف بتخش على اليوتيوب وتقدر تتعلم الحاجات دي وتقدر تثقف نفسك بنفسك. التسويق الالكتروني حضرتك بتكلم بقى على الشركات بقى اللي بتحتاج ناس تشتغل معاها. الشركات بتحتاج ناس بتشتغل سوشيال ميديا كويس، بتبدا تسوق لها شغلها، بتبدا تسوق منتج معين. كل الكلام ده بقى الكتروني وليه قابلية قوية جدا، لان كل الناس معاها انترنت وكل الناس بتتصفح الانترنت. فطبيعي انا بدور على حاجة في ابلكيشنز، في موقع،
في جروب، كل الكلام ده بقى متاح والناس بتدور على الحاجات دي على السوشيال ميديا، فممكن يكون فرصة عمل لشباب كتيرة جدا، فبيفتح لهم سوق العمل أكتر. يعني حضرتك بتحفزهم بقى ان مش لازم ان هم يروحوا المكان ويشتغلوا، لا ده في حاجات دلوقتي بقت في ايد الاطفال دلوقتي، السوشيال ميديا احنا دلوقتي داخلين على دخلت عصر التكنولوجيا الحديثة او التحول الرقمي، فلازم كلنا نكون دارسين التكنولوجيا الحديثة، ولازم يكون عندنا وعي بالثقافة الالكترونية او بمعنى اصح السوشيال ميديا عموما، نستخدم الايجابيات اللي فيها. الشغل فيما بعد هيبقى استشارات عن طريق السوشيال ميديا، هيبقى تسويق عن طريق السوشيال ميديا، بيع شراء، الكلام ده هيبقى تعامل الكتروني كله، الحكومه بتطور الموضوع ده، فلازم كلنا يكون عندنا وعي بالكلام ده. لان طبعا اللي جاي احلى ان شاء ان الله. شاء الله يوم جديد وفكر جديد ومستقبل جديد للشباب. استاذ محمد هرجع مع حضرتك، عايزين نتكلم على روح المبادره بقى عند الشباب وكده، وازاي يكون عندهم روح تعامل مع بعض، ان هم ازاي يتعاملوا مع بعضهم، ازاي يكون عندهم روح المنافسه والمبادره ان هم يكبروا، ان هم يقفوا مثلا جنب الدوله، ان هم يعلوا، لان هم المستقبل، يرتقوا مثلا بنا دلوقتي حاليا مثلا بمشاريعنا، بان هم نحفزهم على كده يعني. تمام، احنا في البدايه بس عايزين ننوه لحته كده، اللي هو حته المشاركه ما بين الشباب وبين بعض، يختلف الافكار. انا عندي فكره، حضرتك عندك فكره، الاستاذ رضا عنده فكره، بنكمل جزئيه معينه بيها حاجه تكون ايجابيه، بمعنى ان احنا النهارده انا لو عندي فكره مش مكتمله ما تاثرش بحد يكون سلبي، بيبص يعني افكار سيئه او باتجاه معين في 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 حاجه معينه، لا لازم يكون عندي طموح، عندي إرادة، عندي عزيمة، عندي بناء، تنمية، مشاركة في المجتمع، لازم طبعا كلنا يعني نبدأ. احنا شايفين دلوقتي برضو ان الشباب حاليا يعني احنا مش هنقول لا الصحاب سوء مع بعض، لا لا لا، شباب بالعكس مصر خالص، فيها احنا بنتكلم على ان الشباب دلوقتي يعني كل واحد يقول له خلاص انا خدت الكلية، خلاص بقى مش هلاقي شغل، فبيبدأوا يحبطوا بعض، احنا مش عايزين كده. تمام، شباب مصر عنده دراية كاملة وعنده وعي كامل، ومصر تستطيع، وشباب مصر تستطيع، وان شاء الله بشباب مصر هنوصل لمستقبل اعلى، وان شاء الله هيبقى كلنا يعني باذن الله، بس نحاول، وما فيش مشكله ان احنا نفشل في البدايه، كلنا كنا بنفشل في البدايه، لازم نكمل، كل واحد بيدي نفسه فرصه مره واثنين وثلاثه، المهم ان في حلم، في فكره، في طموح، في مستقبل لازم اخد قدامنا، قدوه في من حاجه حد عايزين معين، نوصل لازم لها. ادي نفسي انتماء، لازم احفز نفسي بنفسي، ما استناش حد يساعدني، انا ممكن اخد فكره، نكمل بعضينا، نتشارك في اعمال خيريه نساعد بها الخيرية اهالينا، لو في وقت فراغ عندنا نديه برضه في حاجه ايجابيه، يعني ما نستناش لما نتشتت او ان احنا نوصل لايه للي هو لازم يعني كلنا نبقى مساعدة نشتغل عليها. استاذ رضا عايزين استاذ رضا عايزين نتكلم مع حضرتك بقى على ان ازاي بقى وقت الفراغ ده وهم قاعدين مثلا على السوشيال ميديا، خلاص ماشي اللي اشتغل مع شركه واللي اشتغل طبعا بيدوروا اكيد وبيوصلوا، في منهم اللي بيوصل وفي منهم اللي مش عارف يوصل. هو استكمالا برضو الكلام الاستاذ محمد، ان انا لازم اكون ليا مشاركه فعاله في المجتمع، انا لازم اخصص وقت من او جزء من وقتي للعمل التطوعي او بمعنى اصح للمشاركه المجتمعيه. في عندنا مبادرات كتير جدا بتتعمل، لازم يكون لنا دور فعال فيها كشباب، لازم يكون لنا تواجد في الشارع وسط اهالينا وسط ناس، لان كلنا في الاول وفي الاخر المصريين اخوه وناس عندهم ثقافه ووعي قوي جدا، فالشباب هو المستقبل بالنسبه لمصر الحديثه. عندنا مشاريع كتير بتتفتح، لازم يكون لنا مشاركة فيها ونعرف المشاريع دي الوظائف اللي جاية من وراها ايه، لان ممكن تكون وظائف مش مكتبية، تمام، ممكن تكون وظائف الكترونية، لان هو في مشاريع كتير جدا اتفتحت في مصر، او السوق اللي جاي فيما بعد الطاقة المتجددة، الموضوع ده محتاج من الشباب ان هم يدخلوا على الانترنت ويبحثوا عن الموضوع ده، هيلاقوا فيه وظائف غريبة جدا، يعني من ضمن اللي سمعته واثار الفكاهة عندي ان هو في وظيفة ان هو مراقبة الطيور للتوليد الكهرباء، المحطات توليد الكهرباء بالرياح، محتاجة ان هي يكون في مراقب خاص بكل لوحة، ففي وظائف غريبة جاية في المستقبل، فلازم ندرس ونتعلم ونشارك، وافضل حاجة للانسان او للشاب عموما ان هو يشارك في العمليات التطوعية او المبادرات التطوعية اللي بتتعمل في مصر في كل مكان، عشان يكتسب خبرة، يشوف الوضع على الطبيعة، بيتعامل مع الناس، بيتواصل معاهم،
يدرس افكار ناس ثانيه، يتجمعوا شباب مع بعض ويعملوا يعني فكره معينه، يكون في تجديد الفكره والحماس والروح المترابطه مع بعض عشان يوصلوا وينهضوا. اكيد. تمام. طب استاذ محمد، عايزين نتكلم مع حضرتك على ان احنا ازاي نحفز الشباب على التطوع كجمعيات كمؤسسات كاعمال خيريه عموما. تمام. هو في عدد كبير جدا دلوقتي في مصر جمعيات فيها نسبه 90% كلها من الشباب عندهم روح، عايزين يقفوا جنب بلدهم، عايزين يساعدوا بلدهم، عايزين يساعدوا اهاليهم. هو المجال مفتوح مش مغلق على حد، اي حد عايز يساعد حتى لو بالكلمه الطيبه، لو عايز يساعد باي شيء هيساعد بيه. الجمعيات برضو بتستعين باللي هي بتعرض مشاكل الناس، كلنا يعني هنساعد فيها ان شاء الله، يعني كل الشباب في مصر ان شاء الله يحاول اللي هو يدي جزء زي ما قلنا من وقته، يعني يدي نفسه ويبني ويدي وطنه زي ما هو حقوق على الدوله، احنا كمان علينا حقوق تجاه الدوله بتاعتنا. تمام. استاذ رضا، عايزين نتكلم مع حضرتك على برضو تاثير بقى السوشيال ميديا على الشباب. هو للاسف الفتره اللي فاتت ديت كان في تاثير سلبي على الشباب، بس فاقوا من الموضوع ده وبداوا يعرفوا الحقائق فين وبداوا يفهموا الدنيا فين، لان كان اغلب الشباب بيشيروا المواضيع بدون جرايه، لكن لما بدات الامور تتضح قدامهم وخصوصا في مؤتمرات الشباب وبدات في رؤيه واضحه، بدا في مشاركه فعاله للشباب، فبدا ان هم ايه يبعدوا عن التاثير السلبي للسوشيال ميديا، لانه اغلب الشباب بيقضي وقت كبير جدا على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف من غير فايده. من غير فايده وما بيستفادش بحاجه. ليه انت ما تخليش الوقت بتاعك ده ان انت تتعلم حاجه جديده، ان انت تشارك في فعاليه معينه، ان انت تخلي جزء من وقتك اللي انت بتقضيه على السوشيال ميديا ده ما يكونش ليه تاثير سلبي عليك. لان من ضمن الدراسات اللي اتعملت ان انا بفتح مثلا صفحه فيسبوك شويه بيجيني حد بيقرا قران، شويه بيجيني حد بيشغل اغنيه، شويه تاني موضوع مثلا انشا، شويه موضوع تعبير، شويه مش عارف موضوع ايه، فبدا يبقى في تشتيت للذهن والفكر بتاعي، ما بقتش عارف انا مثلا انا فرحان او حزين، فده بيأثر بالسلب. خصوصا كمان انا بضيف نقطه مهمه جدا، بما ان البرنامج بتاع حضرتك اسمه لحظه انتباه، اتفضل. فانا بوجه لكل اب وام، ركزوا مع اولادكم الصغيرين، بلاش يقعدوا كتير على السوشيال ميديا لانها بتاثر بالسلب. لان هي البدايه بقى، هي البدايه بقى الناشئ ده هو اللي المشكله كلها. ممكن الاستاذ محمد عنده تفسير الموضوع ده برضو، ان هو ازاي يحمي طفله من السوشيال ميديا. فلازم كلنا نبقى عندنا وعي شويه مع اطفالنا كمان، لان هم دول صمره المستقبل. هم جيل المستقبل طبعا، وهم الشباب اللي هيطلعوا فيما بعد يبقوا يمثلونا فيما بعد طبعا. ولازم ننشئهم كويس ونعلمهم الصح ويعرفوا ينشئوا وطن. ما يبقاش كل حاجه ان انا اخد السلبيات، لا انا عندي ايجابيات كتير ولازم استخدم كل حاجه اشوف الايجابيات بتاعتها ايه وابدا اشتغل عليها. تمام. طب بالنسبه بقى للاطفال بقى، يعني احنا عايزين، احنا ما بنحفز الشباب فقط، احنا عايزين نحفز برضو الاطفال الصغار. مثلا في طفل بيبقى ناضج فكريا، اللي هو خلاص بيفتح النت مثلا، بيدخل على الموقع اللي هو عايزه مثلا، اذا كان موقع تدريس اي حاجه بيحاول يتعلم منها، وطفل ما بيعرفش، فاكيد مامته طبعا لازم تقف جنبه، او والده، او يعني اهله في البيت لازم يقفوا جنبه ويحفزوه على ان هو يطلع حاجه كويسه، او ان هو ما يستخدمهاش خطا، لان فيما بعد الطفل وهو صغير بيتمادى في الحاجه لحد ما يكبر يبقى خلاص ادمنها. صحيح. هو في حاجة مهمة جدا، ان لازم كل ام وكل اب بالذات الام وهي في البيت يكون في متابعة ورقابة شديدة على اطفالها، بيسمعوا ايه، بيشوفوا ايه، وبيتابعوا ايه. فيبدأوا مثلا ان هم، انا اوجههم كويس، اوجه الطفل بتاعه وابني او بنتي ان انا اوجهها ان انت داخلة تتعلمي حاجة معينة او الدروس بتاعتك، خلاص لو ظهرت حاجة مش كويسة قدامك يبقى تكنسليها، علمها الغلط من الصح. فابدا ان انا اوجهها تاخد الدروس بتاعتها فقط، ما تتعاملش مع السوشيال ميديا ان هي بقت حاجه ادمان عندها، لان اغلب الاطفال دلوقتي 24 ساعه التليفون في ايديهم، ممكن يفضلوا نايمين كمان صاحيين التليفون في ايديهم. بيبقى فدي خلاص حاجات سلبيه جدا تأثروا على بيها، على العقل بتاعهم طبعاً. اصلا الادراك بتاعهم بيبقى اقل، ما بيقدروش يتعاملوا مع يعني في اطفال لحد دلوقتي ما بتعرفش تمسك القلم تكتب، تتعامل مع الالكترونيات اكتر من الشباب اللي موجوده حاليا، او اكتر من نسبه كبيره جدا من جيلي اللي هم ما تعاملوش مع الالكترونيات بالظبط. فدي مشكله في حد ذاتها، لازم اخلي الطفل ليه وقت معين للتعامل مع السوشيال ميديا،
ووقت للدراسة ووقت للعب، لازم أقسم لهم أو أجزأ لهم الوقت بتاعهم، ولازم أكون عندي المتابعة ورقابة، ولازم يكون في توجيه. فأنا بناشد كل أب وأم إن هم يتابعوا أولادهم كويس، لأن هم دول فعلا جيل المستقبل، هم دول اللي هيكون عليهم الركيزة الأساسية في المستقبل. استاذ محمد، دور الشباب في بناء المجتمع مش بيقتصر على مجال معين. لا بالعكس، بيقتصر على مثلا مجال اقتصادي، مجال علمي، مجال اجتماعي. فاحنا عايزين برضو نفهم الساده المشاهدين ونوصل لهم صوره عن كده. احنا عايزين بس نوصل رساله لكل شاب موجود عايز يشتغل، تمام؟ حاول انزل، في مصانع كتيرة محتاجة شباب، في العمل مفتوح. انت ممكن تكون بص الموضوع في البداية على ان الراتب ضعيف، لكن لما تكمل ان شاء الله هيبقى في حاجة كويس. انا لو قعدت في البيت النهاردة وما اشتغلتش، طب انا ايه يعني؟ انا ما بعملش حاجة. لا، انا ابدأ. وقلنا زي ما قلنا في البداية برضو، اول خطوة هي بتبقى اصعب خطوة. عايزين نتكلم بقى مع حضرتك يا استاذ رضا عن روح المبادرة أكتر، برضو نضمها مثلا على إن يبص يعني لما يكون شاب لسه طالع مثلا مش متعلم، طيب ماشي هيوصل لإيه؟ يعني إحنا عايزين نوصل له حاجة كده، عايزين نديله أمل إن بكرة أحلى. تمام، هو موضوع مهم برضو، إن في شباب كتير جدا أغلبيتهم ما عندهمش، أو بمعنى صح في الصعيد بالخصوص إن ما فيش نسبة التعليم ما وصلتش للبكالوريوس او الليسانس او الكلام ده، التعليم بتاعه فني. في ناس كتير مش متعلمة فعلا. يعني في مراكز تدريب موجودة تابعة لوزارة الشباب، ان هم بتأهل الشباب ديت، بتديهم حرفة او صنعة او مهنة معينة بيبدأوا يعتمدوا عليها في المستقبل ان هم يشتغلوا. وليه ما يكونش الشباب عندهم فكر وابداع؟ يعني انا اذكر قصة برضو حصلت في الصعيد، في تقريبا في سوهاج او في اسيوط، كان شاب من ضمن الشباب بيشتري التوالف بتاع مزارع الموز وبيبدا يستخرج منها النسيج، تمام، وبيعملوا خيوط وبينسج بها سجاد ومفارش والحاجات دي. الموضوع ده كان فكره جديده جدا على الناس، فبدات الدوله تساعده، وصندوق التنميه الاجتماعيه بدا يديله قروض وبدا يقف معاه، وكمان يعني من ضمن الحاجات اللي ساعدوه فيها ان هو يعلم 25 فتاه معاه، تمام. فالموضوع ده برضو بيفتح شغل وفرص عمل كبيرة جدا. الأفكار الجديدة هي اللي بتشتغل، لازم يكون الشباب عندهم فكر يبدأوا يدوروا على يعني في عندنا تدوير المخلفات، ليه ما نستخدموش؟ في أنا مش متعلم، بس ممكن يبقى عندي مهنة مش موجودة عند حد، فكرة مش موجودة عند حد، ليه ما طورهاش واشتغل عليها؟ فكل الكلام ده موجود في مراكز التدريب اللي تبع وزارة الشباب، تبع القوى العاملة، كل الكلام ده متاح لكل الشباب. مش شرط يكون انا متعلم، لا انا ممكن يكون عندي صنعه اكسب بيها احسن من الدكتور، من المحامي، من الناس دي. ببدا اشغل نفسي بنفسي واطور مجالي، حتى لو كان مهنتي او شغلتي ايا كانت، مثلا دكتور، محامي، كل ده بيطور نفسه. طب ليه انا ما اكونش صناعي وبطور نفسي بالفكر؟ لو نقاش او سباك او كان بطور نفسي بفكر معين، اعمل مخطط للشغل بتاعي، ابدا اشتغل بنظام جديد، كل ده بيتطور في الفكر. مش شرط اكون متعلم عشان يبقى عامل معايا صنعه واعرف ادخل كسب لنفسي او لاسرتي. طيب عايزين نتكلم بقى يعني الشباب دلوقتي، الاطفال الصغيرين دلوقتي كل واحد معاه الفون بتاعه بيدخل مثلا على السوشيال ميديا. عايزين نتكلم بقى من جانب تاني، ان هي بتأثر عليه، مش هنقول عقليا بس، بتأثر عليه ان هو بيبقى عنده سن التوحد كده. هو ده من ضمن المشاكل اللي واجهت ناس اللي هو كتيرة بقى ما بيعرفش يتعامل مع الناس بره، وخلاص اخد بقى على خلاص تعامله الوحيد مع الاله اللي في ايده، فدي مشكله بالنسبه للناس. عشان كده انا بقول لك بنوجه الامهات والابهات واولياء الامور ان هم يتابعوا اولادهم بحيث ان ما يتعرضوش لحاله زي كده. لان انا طفلي قاعد 24 ساعه يا اما قدام شاشه التلفزيون يا اما قدام الكمبيوتر او التابلت اللي معاه، هو بيشاهد ايه او ما بيشاهدش ايه، ده كل ده بيأثر عليه بالسلب، لان هو بقى خلاص بمعنى ادق شويه ان هو بقى الاله دي هي اللي بتريح له العقليه بتاعته. فانا لا، انا بحدد له الوقت اللي هو يتعامل فيه بحيث ان ما يبقاش كل الوقت على السوشيال ميديا او بيتعامل مع الالكترونيات، لا لازم ينزل يشوف الناس، يتعامل مع اطفال من سنه، يتواصل معاهم، لازم يكون عنده فكر. برضه بحط له اهداف من صغره، يعني شوف الاطفال انا بحط لها هدف من صغرها وبخطط لها كمان، وبشوفه هو بيحب ايه وبيحب يتعامل. لو ابنك بيحب الرسم
علميه، هات له كراسات رسم قوة ابدا اشتغل عليها. الطفل بدرس الموضوع ده وببدا اشتغل عليه كويس، بحيث ان انا اطلع طفل او شاب للمستقبل عنده قدره ان هو يواجه اي تحديات في المستقبل، ويبدا يكون عنده ثقافه ان انا ايه لازم اكون حاجه، لازم يكون عندي طموح، لازم يكون عندي اهداف وخطط معينه للمستقبل بتاعي، اوصل لمكانه انا محتاجها ولازم اطمح في اللي اكبر منها. فده بنأسسه في الطفل من الصغر عشان يكون معاه في المستقبل، يمشي معاه خطوه بخطوه. ان انا بقى ان انا اسيب طفلي موجود على السوشيال ميديا 24 ساعه كده انا بعرضه لازمات كتيره هو جدا. هو كده اصلا ده كده يعني هو بيبقى كده دخل في اتجاه تاني بقى، ان هو يبقى عنده مرض عقلي وفكري وكل حاجه. يعني هو زي ما بشوف اطفال بتبكي يعني على طول ان هي تشال منها التليفون، لا انت حتى لو بيبكي ما يصعبش، لا انا بعلم طفلي وباسسه، فمش كل حاجة هو الطفل بيبكي عليها لازم أنفذها له، لا أنا بأسسه على حاجة معينة، ده ليه وقت وده ليه وقت وده ليه نظام وده ليه وقت معين، فلازم أنا أسس الطفل على كده، لأن لو سبته للتكنولوجيا هي بتتحكم فيه فعلا. وفي لما الشباب نفسها بتراجع المدة والوقت لازم يكون في تحكم أبوي صحيح، في تحكم في عشان ما يخشش بقى في صراعات تانية وفي مشاكل تانية. طيب عايزين بقى استاذ محمد كلمه توجهها بقى للشباب اللي سامعيننا دلوقتي، ازاي ياخدوا بكلامنا، ازاي يكون عندهم حماس بقى وان هم يعتقدوا يعني ان بكره احلى، وهو فعلا بكره احلى ان شاء الله بيهم طبعا لان هم جيل المستقبل. فعايزينك بقى تقول لهم كلمه كده تحفزهم بقى. احنا عايزين مصر تنهض، مصر تنهض ازاي من غير شباب؟ لازم بشبابها، مصر تنهض بشبابها بالعمل. كلنا لازم ننزل نشتغل، وزي ما قال الاستاذ رضا اللي هو مش مهم انا النهارده في مجال معين ما فيش فرصه فيه احاول في مجال تاني لحد ما ان شاء الله ربنا يوفقني في المجال اللي انا بحبه. مش عيب ان الانسان مش هينفع ان انا افضل مستني في المجال اللي هو بتاعي واضيع فتره طويله واضيع شبابي واضيع عمري وفي النهايه ابص الاقي نفسي ما عملتش حاجه. لازم كلنا نشتغل. انا عايز يعني هو فعلا في مصر احلى باذن الله بشبابها، وان شاء الله هيبقى يعني، بس احنا نحاول زي ما قلت لحضرتك واللي هو كل الشباب لازم تنزل تحاول مره واثنين وثلاثه، وسوق العمل مفتوح على فكره. تمام ماشي، شكرا لحضراتكم طبعا نورتنا في حلقتنا النهارده، انا بشكركم جدا. اعزائي المشاهدين زي ما شفتم حلقتنا معانا النهارده، انتظرونا في حلقات اخرى من برنامج لحظه انتباه كل يوم اثنين الساعه 10:30 صباحا. كانت معكم شهنده عمر.